بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سفر الرؤيا يوحنا اللاهوتي، الإصحاح الأول. إعلان يسوع المسيح الذي أعطانا إياه الله ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. يوحنا إلى السبع كنائس التي في آسيا. نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه، ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين. وذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين، والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم أمين. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق قائلا: أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، والذي تراه أكتب في كتاب وأرسل إلى السبع الكنائس التي في آسيا، إلى أفسس وإلى سمرنا وإلى برغاموس وإلى سياطيرا وإلى ساردس وإلى فلادلفيا وإلى لودوكية. فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأيت سبع مناير من ذهب، وفي وسط السبع المناير شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب، وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالسلك، وعيناه كلهيب نار، ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة، ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب وسيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين آمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت، فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. سر السبعة الكواكب التي رأيت على يميني والسبع المناير الذهبية. السبعة الكواكب هي ملائكة السبع الكنائس، والمناير السبع التي رأيتها هي السبع الكنائس. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. في الإصحاح ده، وهو الإصحاح الافتتاحي لسفر الرؤيا، وسفر الرؤيا بنقراه مرة واحدة في السنة في الكنيسة في الليلة اللي بنسميها ليلة أبو غلمسيس، اللي هي يوم الجمعة العظيمة ليلا، ونستمر في كنيسة في طول الليل إلى أن يأتي الصباح، صباح يوم سبت النور.
سفر الرؤيا فيه 404 آية، وهو الحقيقة سفر مليء بألغاز كثيرة وأسرار كثيرة. والسفر ده تفسيره ليس سهلا، ولكن في السفر ده في شيء مهم جدا، ان احنا بنسميه سفر الخروج الى الابديه، كانه السفر اللي بيعدنا عشان نخرج الى الابديه. طبعا الاصحاح الاول هو بمثابه اعلان، لكن من اجمل التدريب اللي فيه في الايه رقم 3، يقول طوبى للذي يقرا والذين يسمعون ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب. وبيطوب الذين يقرؤون كلمة الله، بس مش يقرأ بس، يقرأ ويسمع ويحفظ ويستعد لأن الوقت قريب. عشان كده كلمة الله، وده توجيه في آخر سفر من أسفار الكتاب المقدس، توجيه لنا لكلمة الله كلها، إن اقرأ، ويا بختك لو كنت بتقرأ بانتظام وبالتزام. وبيسمع، بيسمع هنا يعني يطيع، يطيع الوصية. ويحفظ يعني مش يحفظها الحفظ الغيبي، ولكن يحفظها في حياته العملية ويعيشها، وتكون النتيجة لأن الوقت قريب، لأنه إنسان يشعر قرب مجيء المسيح، وبالتالي هو يستعد في كل يوم. والحقيقة في الإصحاح الأول ده المرة الوحيدة اللي جت فيها كلمة يوم الرب، يوم الأحد، وفي آية 10 يقول كنت في الروح في يوم الرب، وبيتكلم على اختبار القديس يوحنا الحبيب وهو موجود في جزيرة بطمس منفي طبعا، وهو بنعتبره القديس يوحنا من المعترفين لأنه لم يمت شهيدا وعاش طويلا، عمره اقترب من 100 سنة. والإصحاح الأول ده زي ما قلت في البداية هو بمثابة مقدمة للسفر اللي هيبتدي يشرح منه تفاصيل كتيرة هنعرفها في الإصحاحات اللي جاية. ربنا معكم.